بنبدا بكابتن الفريق نهله سامح. يعني نهله الف مبروك الفوز النهارده بدايه قويه، وان شاء الله احنا طمعانين بقى في النجمه العاشره ان شاء الله. الله يبارك في حضرتك. الحمد لله طبعا على الفوز الاول، واتمنى ان شاء الله ان احنا ننهي الدور الاول بنفس النتيجه، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله البطوله دي ان شاء الله. يمكن شايفك كنت من اسعد اللاعبات النهارده بوجود الجماهير ومساندتهم ليكم وحرصت على تحيتهم قبل المباراه وكمان معاكم انتهى المباراه. طبعا الجمهور يعني بيدعمنا جدا، وده بيحركنا وبيدينا حماس اكتر في الملعب، فاتمنى ان شاء الله ان يكون الحضور اكتر كمان في الماتشات الجايه ان شاء الله. البطوله يمكن صعبه السنه دي، كل الابطال السابقين باستثناء الافريقي موجودين معاكم، شايف البطوله ازاي في الملعب خاصه البطوله مش هتبقى سهله سنه؟ هي طبعا بطوله صعبه، دايما البطوله الافريقيه بتكون صعبه، فيها اكتر من فريق قوي كلهم فعلا حصلوا على البطوله الافريقيه قبل كده، فهي بطوله بتبقى صعبه، يمكن فيها اكتر من 6 فرق بينافسوا على البطوله، فده مخليها اكتر صعوبه من الادوار الجايه ان شاء الله. وفي المجموعه برضه عندنا ماتشات اللي جايه ان شاء الله لازم نركز فيها ونقدر نعديها، فيعني احنا ماشيين خطوه بخطوه دلوقتي بنركز ان احنا نطلع من المجموعه ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق ان شاء الله في اللي جاي. شكرا. مكملين يا كابتن خالد معاك لقاءاتنا، ومعانا نجمه الفريق كمان فريده العسقلاني. يعني فريده النهارده الف مبروك الفوز، بدايه قويه 3-0، يمكن ما طولتوش من المباراه قوي خاصه ان في منافسات جايه اصعب كتير. يعني شفت المباراه ازاي النهارده؟ هي مباراة في البداية هي سهلة، ما كانتش صعبة، وهي عامة في الافتتاح بناخد مباراة مش صعبة قوي، فاحنا برضو اول مباراة مش بنبقى احسن performance عندنا، فالنهاردة برضو ما كناش احسن لعبة عندنا احسن من كده بكتير، فالى حد ما لعبنا كويس على قد الماتش وكسبنا الحمد لله. ان شاء الله مستوانا يعلى بقية الماتشات ونقدر على الفاينل نبقى وصلنا لاحسن حاجة. يعني النهاردة الجمهور وجوده كان فارق معاكم تاني؟ طبعا فارق معانا جدا وبيحمسونا قوي، ونتمنى ان هم يقدروا اكتر من كده يجوا كمان. يعني المباريات الجايه يمكن المباراه النهارده كانت سهله، كان اللي جاي معاكم فرق كبيره كتير كلهم حاصلين على اللقب قبل كده، شايف الفتره الجايه ازاي وشايف المنافسه على البطوله وفرص النادي الاهلي ازاي؟ ممكن مجموعتنا ما تكونش من اصعب المجموعات، هي مجموعتنا ممكن تبقى سهله شويه، بس ده معناه ان احنا في الكوارتر فاينلز هنلاعب فرق صعبه عشان نبقى من مجموعات تانية اصعب، فطبعا محتاجين نركز اكتر في الفتره اللي جايه. ممكن البدايه تبقى سهله شويه، بس طبعا بعد كده كل الماتشات اللي جايه هتبقى اصعب. تقولي بقى للنجوم اللي مشرفينا في الاستوديو التحليلي النهارده، كابتنكم النهارده في كره الطائره الانسات، اقول لهم يعني شكرا ان هم يعني رايحين يعملوا لنا يعني يذيعوا الماتش وكده، واني بحبهم كلهم، انا اتفرجت عليهم قبل ما انزل وبس بحبهم. شكرا، بالتوفيق اللي جاي ان شاء الله. شكرا. مكملين يا كابتن خالد لقاءاتنا معانا، ومعانا دلوقتي نجمه الفريق ايه الشام. يعني ايه الف مبروك الفوز النهارده، مباراه اكثر من رائعه، يمكن بدايه قويه، فرق كتيره مستوى عالي في البطوله، لكن انتوا كنتوا عاوزين توصلوا رساله قويه لكل الفرق. الحمد لله طبعا على مكسب النهارده، احنا مركزين يعني احنا ان شاء الله بطوله المجموعه دي مش صعبه قوي يعني، بس احنا مش داخلين اي ماتش بالنسبه لنا سهل، احنا مركزين في كل ماتش عشان نوصل للي بعديه، اللي بعديه هيبقى اصعب، فاحنا مركزين واحده واحده ان شاء الله عشان نوصل في الاخر نبقى اعلى حاجه ان شاء الله. الجمهور النهارده كنت شايفكم اسعد ناس في الملعب وجود الجمهور. الجمهور طبعا بيفرق معانا جدا، يعني حتى لو احنا ما فيش لعب الجمهور ده بيخلي اللعب كله يظهر، واحنا كمان روحنا بتعلى قوي بروحهم. يعني فرصنا ان شاء الله في الفوز بالبطوله وان شاء الله تحقيق النجمه العاشره، يعني املنا فيكم كبير، شايف المنافسه ازاي على البطوله؟ ايه البطوله مش سهله خالص، كل الفرق الكويسه، يمكن كينيا جايه ب3 فرق وتونس والجزائر فرق وكل ده، بس احنا كمان الحمد لله اشتغلنا على نفسنا كتير قوي الفتره اللي فاتت، وان شاء الله البطوله تبقى اهلاويه ان شاء الله. تقولي بقى الاستوديو التحليلي يمكن بقياده كابتن خالد العوض النهارده وفريق تحليلي نسائي خالص، يعني من كباتنكم هتقولي لهم ايه في الاستوديو النهارده؟ طبعا بشكرهم وان شاء الله يعني نفرحهم على طول ونفرح الجمهور ده يا رب على طول ان شاء الله. تقولي ايه بقى لانجي الشام يعني كابتنتي؟ بسلم عليها وبشكرها على طول انها ورايا وبتدعمني. يعني تقولي بقى الجمهور النادي الاهلي مستني منكم كتير خلال البطوله؟ احنا كمان مستنيينه على طول يدعمنا ويبقى معانا، وان شاء الله على طول نتبسط يعني ونفرحه ان شاء الله. شكرا، بالتوفيق اللي جاي باذن الله. مكملين كابتن خالد معاكم، معانا يعني ليبرو الفريق وصمام الامان بتاعه مريم مصطفى. يعني مريم النهارده اداء اكثر من رائع، بدايه قويه، اعتقد بتوجه رساله لكل الفرق ان الاهلي ان شاء الله محافظ على اللقب. الحمد لله النهارده ماتش كان بالنسبه لنا سهل وقدرنا نحسمه، يعني ما قدرناش احنا نستهتر النهارده، برده بالنسبه لنا احنا كان اول ماتش وكنا عايزين ناخد على جو الصاله وكده، والحمد لله كان بدايه موفقه لينا، وان شاء الله الماتشات اللي جايه كلها تبقى كده. يعني كان المجموعه سهله شويه، لكن بقيه الفرق اللي في البطوله بطوله صعبه، شايف الفرص فيها ازاي وان شاء الله المنافسه على اللقب العاشر ان شاء الله؟ الحمد لله احنا حظنا في القرعه طلع كويس، والمجموعه بالنسبه لنا الحمد لله كويسه، وبرده يعني هتجهزنا للادوار اللي جايه، والادوار اللي جايه مش سهله، بس احنا ان شاء الله يعني قدها ان شاء الله نقدر نكسب. الجمهور النهارده كان فارق معاكم في الملعب، وكنت شايفكم سعداء جدا بوجود الجمهور النهارده؟ طبعا الجمهور النهارده كان فارق معانا جدا، واحنا كنا مفتقدينهم جدا البطوله العربيه اللي فاتت، ونتمنى طبعا ان هم يدخلوا اكتر من كده يعني، ومستنيينهم ان شاء الله في الماتشات اللي جايه كلها.
استوديو التحليل النهارده من كل كابتنكم، وانجي الشامي كابتنتك يعني موجوده النهارده في الاستوديو، تقول لهم ايه بقرار كابتن خالد العوض؟ قال لهم والله مبسوطه بيكم، وان شاء الله يفضلوا معانا كده، وان شاء الله يفضلوا يدعمونا كده وانجي. شكرا، بالتوفيق في الاجابه مستنيين ان شاء الله، الله يقبل عيشك ان شاء الله. ميرسي كابتن خالد، دي كانت لقاءاتنا هنا بعد انتهاء مباراه الاهلي وكندا الكونغوري والفوز 3-0 وبدايه التحليق باذن الله نحو النجمه العاشره. زميلي محمد توفيق من ارض المباراه، شكرا لكل نجمات الفريق وكل الكلام الجميل اللي اتقال، كابتن حمدي الصافي ونجمات الفريق، وكلهم بياكدوا ان الماتش كان النهارده سهل، والبدايه ان شاء الله الحمد لله ان كابتن حمدي الصافي لعب كل الناس النهارده وقدر يقود الفرقه لمكسب 3-0، مكسب سهل، اهم حاجه كان افتتاح البطوله يعدي على خير. شكرا زميلي محمد توفيق.